وإلى البورصة المصرية التي أنهت تعاملات اليوم على تراجع جماعي بمؤشراتها تحت ضغط من مبيعات المستثمرين المصريين والأجانب، قبلتها مشتريات من قبل العرب. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مستوى 701 مليار جنيه، وذلك وسط تداولات بلغت نحو 7 مليارات و100 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فنجد أنه تراجع اليوم المؤشر الرئيسي للسوق إي جي إكس 30 بنسبة 1.44% وأغلق عند 10496 نقطة. أيضا انخفض وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي إكس 70 بنسبة 2.46% وحقق 2723 نقطة. أيضا امتدت الانخفاضات لإي جي إكس 100 الأوسع نطاقا وانخفض بنسبة 2.35% وأغلق عند 3660 نقطة. من البورصة إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. وسجل الدولار الأمريكي سعر الشراء وصل إلى 15 جنيها و66 قرشا، سعر البيع 15 جنيها و75 قرشا عن اليورو، سعر الشراء 18 جنيها و32 قرشا، سعر البيع 18 جنيها و44 قرشا. نصل معكم للجنيه الإسترليني، حقق سعر الشراء وصل إلى 21 جنيها و46 قرشا، سعر البيع 21 جنيها و59 قرشا. بالنسبة للعملات العربية نبدأها من الدرهم الإماراتي الذي وصل سعر الشراء اليوم إلى 4 جنيهات و26 قرشا، سعر البيع 4 جنيهات و29 قرشا، وأخيرا الريال السعودي 4 جنيهات 17 قرشا بالنسبة لسعر الشراء وسعر البيع 4 جنيهات و20 قرشا. من أسواق العملات ننتقل معكم مشاهدينا إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث ارتفع سعر الذهب عالميا إلى 1759 دولارا للأوقية. أما على الصعيد المحلي فسجل جرام الذهب يار 18 نحو 662 جنيها، في حين لما سيار 21 السعر اليوم إلى 772 جنيها، ونجد أن يار 24 وصل سعر اليوم إلى 883 جنيها. وأخيرا نصل معكم للجنيه الذهب الذي وصل سعره اليوم إلى 6106 و70 جنيها.